والآن الكلمة لمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، معالي أحمد أبو الغير الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية الشقيقة، السيدات والسادة، يطيب لي في البداية أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، كما وتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية الشقيقة بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لجهودها الحثيثة في عقد اجتماعنا اليوم، والذي يهدف إلى بحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أثمن حضور الوزراء الأعضاء وتجاوبهم السريع الذي يؤكد مجدداً مركزية القضية الفلسطينية والتي هي قضيتنا الأولى. ينعقد اجتماعنا اليوم في ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وذلك بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس. وإننا إذ نعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوقهم الشرعية المشروعة، محذرين من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير، كما ندعو إلى تحقيق دولي يحاسب المسؤولين عن هذه المجزرة. وإننا نؤكد في الوقت عينه أن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف قد أدى إلى تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام عملية السلام، ويعتبر انحيازاً كاملاً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس الشريف، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي. كما نؤكد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980، والذي ينص بشكل واضح على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة، ونعيد التأكيد على أهمية الالتزام بكافة القرارات الدولية التي تطالب بعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل دولة الاحتلال. ولأن القدس تمثل في وجدان البشر قيمة روحية خاصة، ولأن قلوبنا تهفو إليها، ندعو المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته لإيقاف العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وإيقاف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها، وإنهاء الاحتلال الغاشم. كما ندعو بشكل خاص مجلس الأمن لاتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة في هذا الصدد، ونستنكر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو وتعطيل مجلس الأمن من قيام بواجبه نحو تحقيق شفاف ومحايد في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنه لا أمن في المنطقة دون حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، نحو تحقيق شفاف ومحايد في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنه لا أمن في المنطقة دون حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين. وفي الختام، نأمل في الإطار العربي أن يخرج اجتماعنا اليوم بخطوات تحرك دبلوماسي عربي فاعل لطلب تدخل دولي عاجل لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، ولتبيان التداعيات السلبية للقرار الأمريكي على مستقبل القضية الفلسطينية في المنظمات الدولية كافة، فضلا عن تداعياته على الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط بل على العالم أجمع، ليكون هدفنا تحقيق نتائج تعزز التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وكافة شعوبنا العربية، وبحيث لا يظل المعتدي دائما في مأمن من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، مخالفا في ذلك كافة القواعد التي أرساها القانون الدولي. سائلين المولى عز وجل أن يكلل اجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.